نحن نقدم أرواحنا من خلال أعمالنا، وهم يقدموا أرواحهم من خلال الوطن. وطبعا نحن سعداء جدا 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 ان معانا النهارده سمو الشيخ نواف صلاح وسمو معالي الدكتوره بسمه ابراهيم السلطان، شريف اعمال طبعا معروفه، ونفخر ونسعد بسمو الشيخ. الو الو يضيع مني الكلام. سمو الشيخ الصباح الصباح سمو الشيخ الصباح في مقام عربيه نفتخر بها ليس فقط في مصر او المجتمع العربي، بل نفتخر بها في كل العالم. في مقامه انسانيه رقم واحد، رقم اثنين قلب مفتوح وكبير للوطن العربي من خلال اقتصاد، من خلال تعاون، من خلال حل مشاكل. فنحن مصر والكويت رجل واحد وشعب واحد، بل الوطن العربي كله رجل واحد وشعب واحد ووطن واحد. فنحن وجهنا هذه الرسالة من خلال سمو الشيخ نواف الصباح ان هي هتكون الوجهة ل 2017 وتختار الناس 2018. وطبعا اول اختيار كان الدكتورة بسمة ابراهيم السلطان لانجازات قامت بيها، ولذلك تم اختيارها من خلال الانتخابات. وده يا جماعة اول انتخابات، اول انتخاب كان تقول النادي، طبعا النادي لسه متأسس من فترة بسيطة جدا. كلمنا عنه، هنتكلم عنه. النادي اهدافه الدبلوماسيه، الاقتصاد، التنميه، التعليم. انا اسف، اتفضل يا دكتور امال. اتفضل دكتور امال، اتفضل تعالى. معذره دكتور امال، يعني تعالى. لا لا، ما هو انا شايف حضرتك. اتفضل. ان احنا نعمل تعاون دولي مشترك ما بين الشعوب من خلال التعليم، من خلال الثقافه، من خلال الاقتصاد. ان احنا نحاول ننشط الافكار، لان الافكار هي اللي بتبنى على اجيال متفرده. زي ما كان الرئيس اهتم بالشباب، ليه اهتم بالشباب؟ لان هم قوه المجتمع العربي. فالنادي هدفه التميز والابداع، بمعنى ان احنا نهتم بالتعليم، لان التعليم رقم واحد، التعليم، الثقافه، الدبلوماسيه، العمل على ارض الواقع. ودي نبذه بسيطه جدا حتى يتم الاكتشاف الشهر الماضي. ونحن سعداء حاليا بتواجد سمو الشيخ على راس النادي وبسمو معالي الدكتوره بسمه. وهنخلي الدكتوره بسمه تقول كلمه تعرفنا بنفسها وتتكلم ايه الحدث اللي حضرتك عملتيه او اللي حضرتك واجهتيه في حياتك واثر في حياتك. اتفضلي. أنا سعيدة جدا بوجودكم اليوم، معاكم ضيفكم باسمة سلطان الشيخ، سيدة تعالى. أجمع بين شركات، بين شركات العقار، أسهم، في نفس الديزاينر، وعندي دعايات كبيرة. الحدث اللي هو شيء أثر وايد في حياتي اللي هي الأعمال الخيرية. يمكن أنا من بقى ناس وايد في الشيخ نواصي أكثر من جمعية تختص في حقوق المرأة. بس دائما أقول لهم أن مثل ما نعرفين دائما نقول انه وراء كل رجل عظيم امرأة، بس انا دائما اقول وراء كل امرأة عظيم رجل اعلى. مثل انا متحيزة شوي حق الرجل، فنحن دائما يقولوا لي ليش متحيزة؟ اقول لهم ان الرجل هو الابو والاخو والصديق والجميل، واحنا في شركاتنا دائما نتعامل او نتعامل مع الرجل. يمكن المرأة وصلت مرحلة نسبة نفسها انها هي انثى في بيتها. هذا الشيء اللي دائما اتكلم عنه، ان هي لا تنسى نفسها انهم جزئين. الحدث اللي هو اثر فينا وايد، يمكن لما طلعت شفت وايد اسر في لبنان ما